سموكي يا سحبة، انت اسحب واحد. اي سويت سلسلة وسحبت علينا نظامك سموكي، سحبت على جنشن. وين السلسلة يا اخوي؟ شباب حاب ابشركم، مقطع اليوم مقطع للسلسلة هذه. دخول عنيف من المستقبل، لا تسكب، اصبر ثواني لحظة، ايوه اصبر شويتين. الموضوع يا اخوان ان هذا السلسلة بدايتها ب 65,000 برامجم حلوين. انتوا عارفين المتجر ودي اللي هو متجري انا صار يوفر لكم حسابات، واللي عندنا هي باقة الحوت وباقة الدلفين سابقا، ولكن اليوم في باقة اسمها باقة الحوت الاطلسي اللي هي فيها 65,000 برامجم بالعربي. اذا تبغى تبدا باعلى عدد برامجم عندك في الدنيا هذا الباقة لك. من الاخر العدد جدا بسيط بالنسبة لعددكم، يعني رابط المتجر اول رابط في الديسكربشن الحق. طيب يا اخوان، حاب اول شيء السلام عليكم يا اخوان، اعتذر على السحبه للسلسله هذه، ولكن يعني في اسباب. نحن تقريبا سحبنا من بنر تقريبا ارلكينو، في المقطع اللي قبل جبنا ارلكينو قعدنا نلعب بيها شويتين، فرمنا لها لفلناها مدري ايش الخ، وصلنا للنقطه انه نحن ما عندنا ارتفكتات. فجاء موضوع الارتفكتات، بعدين قلت يا ولد انا ما عندي اساسا تيمين، طبعا انا لازم ابني اول شيء تيمين بعدين اروح لموضوع الارتفكتات. فجاه وتنزل لك لعبه ودرنغويف، وفجاه امرض، فتكومت علي الاشياء. ولكن انا في الفتره ذيك اللي فاتت كنت مسلم حسابي لي يعني متجر، والمتجر هذا صراحه يطيم العافيه فرموا لي يعني الين خلاص. بلا شوف فللي. طبعا يا اخوان بخصوص المتجر هذا اللي فرم لي للامانه، يعني انا ما اعلن لهذا المتاجر ابدا اوكي، ولكن هذا المتجر ترى يا اخوان يعني ثقه الثقه من الاخر. وهذا نفس المتجر اللي كان ماسك حسابي الاساسي اوكي، معطيهم هو وكان يفرموا لي يعني ويظبطونه بهذه الاشياء. عموما يعني المتجر هذا يا اخوان تلاقوا رابطه تحت في الديسكربشن، اللي حاس انه هو كسران او يعني بيفرم اشياء او ما عنده وقت، فيعني هذول الناس راح يظبطوك. عاد قولوا لهم من طرف سموكي نوعا ما حيجيك تظبيط. ولكن ابو سمك طبعا سوى غلط، لان يعني ما قلت لهم عن شخصيه كوكي شينوبو. حيجي في بالك سموكي تتسق امها ايش كوكي شينوبو. طلعت بقرار الا وهو ان انا حاعتمد على تيمين، بما انه تقريبا يعني ما عندي شخصيات كثير الا يعني اللي هي لاكينو والقاضي، فالسبورتات اللي حولهم حواليهم تقريبا قليل. فانا طلعت بتشكيله، والتشكيله هذه يا اخوان هذا التيم الاول. في النظره الاولى حطاله تحس انه يا اخي ايش قاعد تسوي، يعني القاضي مع كوكي شينوبو مع شينغلينغ وكذا في النص، ايش قاعد تسوي؟ يا طويل العمر قدامكم لقطة، اللقطة هذه تبين لك حجم القوة اللي راح تصير من هذا التيم. فانت حيكون عندك إلكترو تشارج أوفرلود، وفوقهم كزها يسوي لك أعاصير، فيعني من الآخر هذا تيم المسح. خلونا دحين ليفل شينغلينغ إذا ليفل 90 سي سكس يا حبيبي، وتالنتات شيل. هلا هلا حتى هذا، جيب الدب طور الدب. طبعا هي صح، احد الاشياء اللي جدا صعبه انك انت تسويها في هذا يعني الحساب اللي هو هذه الموارد. هذا الموارد نحن في الحسابات حقتنا الطبيعيه اللي من زمان قديمه نشوف انه عادي، يعني اتس اوكي، يعني ما هي صعبه. لكن انا حاب اقول لك من هذا المنبر والله انها صعبه. عموما خلينا نطور كوكي شينوبو، شوف قديش ممكن نحن نطورها. طيب قبل ما اروح للبوس هذا شينغلينغ ايش ممكن اعطيك؟ يعني انا صراحه ودي اخدم. اوكي حلو ممتاز، سوينا الاسيت. السلاح حيكون هذا صراحه، يعني هذا ما في حلو والله، قد اصد لكم ذكاتش ما ذكاتش حبيبي. هذا السلاح والسلام عليكم. ايش هذا؟ اوف يلا مو مشكله، مع الوقت ان شاء الله. طيب كذا شينغلينغ عندنا صارت جاهزه، شوف كيف ما شاء الله تبارك الرحمن. طيب هنا ايش عندنا كمان برضو؟ يا عيني على الستات، ايش عندنا هنا؟ يا عيني هذا الشغل. خلينا نشوف كيف نقتل البوس باسرع ما يمكن. تفك هذه، انت تفك الالكترون، انت تفك النار، بعدين ايش سوي؟ التمت. يا عيني على القوه، وين راح؟ خاف مني والله. نايس سوي زي كذا، فعل هذه وفعل ذي. يا شيخ والله انه قاتل المتعه، والله قاتل المتعه ذا. شوف كيف القوه. شوف خلاص ابو شباب الو حسبي الله ونعم الوكيل. حلوين الرئيس صراحه، ما تعبت ابدا ولا اي شيء ولا التعب، ما تعبنا. الحين القاضي ايش وضعك انت؟ نقص التلنتات من هنا، نقص قطع البوس. صراحه هذه فضيحه. طبعا اخر مره دخلت البوس هذا اتوقع ان انا تكيت فيه مدري يمكن ربع ساعه، بس يعني ان شاء الله يعني نقول انه مو كثير ان شاء الله. شوف كيف والله التيم انه حلو، تيم غريب، هو تيم غريب اهبل، بس انه يعني تيم حلو والله، تيم يسوي شغله. والله قوة. مش انا قاعد اعزز التيم حقي حبيبي، ايش فيك؟ شقلب
يا ليل. وانا على بالي ان انا صرت قوي. نايس. والله بدعت. كذا. فعل الكتريك تشارج. يعني على القوة. والله قوة. بس شنقلق مرة ما قوي صراحة. الحركة ذي ما كانت متوقعة. لا اله الا الله. لا بعيد. اشفط. واو والله بغيت اموت. والله توقعت اني صرت قوي بس والله للاسف يعني. توقعت اخلص السلسلة من ذحين. يلا بس اهزمك بالنورمال. نورمال اتاك. كذا صارت ليفل 60. نسيت اقول لكم عندنا خوينا شنكشو. خلنا نطور على السريع لانه هذا عنصر مهم جدا. اتوقع باقي الكريستالات. اتوقع ايه. باقي 3 حبات. طبعا انا اعتذر صراحة. ولكن هذه البوابة هي السبب في تأخير هذا المقطع. دون مبالغة القطع اللي في هذه البوابة حرفيا تعتمد على اشياء مرة كثير في شخصياتي. وما اقدر ان انا اصور لكم المقطع هذا بدون القطع هذه. بتقول لي ليش يا ابو سمك؟ بقول لك يا طويل العمر، اول حاجة عندك سلاح كازو عشان اطوره احتاج هذا الشيء. عندنا برضو سلاح شنغلينج تعتمد على هذه القطعة. عندنا سلاح شنكشو تعتمد برضو هذا الشيء. فعشان كذا طبعا هذا انا حاولت ان انا اجيبه يعني كاملة بس ما قدرت صراحة. ابو بنوت بيكون ليفل 80 للاسف. الان خلونا نروح لشنغلينج. اول حاجة طبعا راح اعطيه هذا السلاح، بيكون معاه هذا السلاح. ليش؟ لانه يعني ما شاء الله شايفين كيف الاسلحة عندي تبارك الرحمن، يعني في يعني خيارات عد واغلط. نطمح انه يعني يكون فل صراحة، ما ود انه يكون اقل، لان يعني نبغى نخش بالشخصيات تكون قوية. ايوه فهنا نقدر نقول انه نحن نحتاج نفرم زيادة. يعني بس لو تلاحظ اركين يعني مرة قوية. هذا بلدها، تخيل انه هذا البلد، هذا القطعة لسه حتى ما طورتها، وابو كلب واربع نجوم. شوف كيف الكوب، شوف لا ايش القطعة هذه؟ حرفين عيال القطعة من الزبالة. السلاح هذا رغم هذا كله، شوف الستات كيف. هذه شخصية اسطورية من الاخر. طبعا يعني عشانها اسطورية وفرنا لكم هي في متجر ودي. فزي ما انتم شايفين اركينو معاها برامجم، وحاليا في بنر ايش؟ بنر فورينا. فيعني فورينا اركينو الوضع حيكون عندك مرة حلو. التمت بالبنوت. يا عيني القوة. يا الله. ايش هذا؟ طيب رجعت لكم بعد ما فرمنا بعض القطع. فاللي قدرت ان انا اوصل سلاح شنكشو من ليفل 20 لليفل 70. عندكم برضو شنغلينك وصلت 80. فالان عندنا مهمة، الا وهي التشكيلة النهائية اللي حيلعب فيها ابو سمك. وين؟ في الابيس. القاضي في الغالب هذا التيم حقه الاساسي، ولكن انا كزها صراحة ما ادري اذا انا اخليه هنا ولا انقل في مكان ثاني. والله ما اعرف. يعني هنا تقريبا عندي باقي لي شخصية واحدة. زي ما تلاحظون ان عندي 1 2 3 4 5 6 7. في شخصية واحدة زيادة لازم يعني ان انا ابنيها. ايش حاسوي؟ والله اني ما اعرف. هل ابني مثلا هذه؟ وضعها يكون كويس صراحة، مو سيئة. دقيقة، هي سي كم اصلا؟ هذه سي 6. لو افترضنا ان يعني احنا طبعا ما راح نقدر نعطيها هذا الست، لان هذا الست يا دوب كفى كزها. فممكن نعطيها القطعة اللي هي هذه. وش نسوي؟ نشوف القطع، ايش افضل قطع، ايش افضل حاجة نبغى، اي شيء فيه انرجي. يلا نطور نشوف. ما شاء الله الحظ كيف سمك. اوكي ريت حلو ممتاز كل الدمج. ايش السلاح اللي راح نعطيه هو؟ ما عندنا سلاح نعطيه اي شيء. عموما هذه هي عبارة عن ايش؟ تكمل العدد. عندنا شيء، عندنا قطع حاجة، حتى هذا ما عندي. بسم الله ليفل 40. يا عيني. عندنا ابو البنوت يحتاج له تطوير. طبعا ما راح اهتم لا في دمج ولا في اي حاجة، بس ابغى انرجي واتش بي. اتش بي جات الحمد لله نعمة. طبعا ما عندي نوبلس الا حرفين 4 قطع بس. اتش بي انرجي. حلاوة 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 حلاوة. بس لو تروح على الاتش بي كمان تكز. لا مو هذه الاتش بي اللي تحت، هذه برضو نطورها نمكسها. يا عيني راحت انرجي مرة حلو. أول بنوت حرفيا التي وراء التي. طيب هنا انا ما ادري ليش حط له هذه صراحه يعني، بس اوكي بروح مع هذه. ما ادري ليش حسيتها حلوه شكلها، يعني شكلها حلو. اوكي ابو البنوت اكتمل. شوف كم من انرجي يعني. هنا طبعا رفعنا هذه صارت 9. ايش كمان برضو؟ السلاح صار R3 مو R1، R3. فايش بخش؟ خلاص اخش واللي يصير يصير. لمتى يا ابو سمك تقعد تتردد؟ لمتى؟ شوفوا ها، شوفوا قبل فلور 11 وصلنا قبل. هذا الحين المفروض ان انا ايش اخش الفلور حق 12. بسم الله لطيف يا لطيف ارلكينو يا لطيف. والله قوة والله قوة والله قوة صراحة.
لا والله احس التيم هذا حيأدي والله. شوف كيف شوفوا كيف يا اخي. صح نفضل 9 بس والله كلام يا اخي. والله مين يصدق انه هذا الحساب يا اخي؟ والله كان حساب مدمر، كان حساب ولا شيء. التمت يا عيني يا اركينو يا عيني. متجر ودي ها ترى موجوده، ها اركينو ترى موجوده هناك. شوف التفاعلات. هذا اللي انا كنت اقصد به. شايفين كيف كميه تفاعلات صارت حرفيا كذا امسح فجاه في لحظه. طبعا صح في عامل كبير قاعد يعتمد عليه ترى، الا وهو عامل الانرجي. قاعد احاول ان تشوف كل التيم حقي ممكن دمج ابو كلب، لكن الفائده حقته انه هو انرجي طول الوقت شغال التمت ورا التمت. فهذه ترى تقريبا انا قاعد العب على هذا الشيء يعني، لان ايش التيات ورا بعض، وان الركينه مره قويه. فلور 11 هنا بدا شويه الجد، مصمم ايش انه يكون فوق القاضي وتحت هذه. يا عيني حظك ابو سمك مره حلو. طبعا ملاحظه ممكن نسيتوها، ترى ما دفعت ولا ريال، حرفيا ما دفعت ولا ريال ترى. ابو سمك الغشاش، ابو سمك انا ما عندي ماوس، انت شكلك تغش علي. اوكي ماله. والله حرفيا هذا الابيس مصمم للحساب حقي. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. هاكر ايش هذا؟ صار العلم دمجوا انا مره بزياده. شباب خلاص لا حد يدمج. اوكي كويس. اوكي اركينو يا ساتر، حتى مع دمج اركينو ما اوه ايش في دمج عالي والله. اوكي والله في صعوبه شباب، في صعوبه. اوكي بدات الصعوبه. جوني قالوا لي مبسوطه، تعال حبيبي تعال. حبيبي بضرب. مره ذولي كريهين يا رب. اوكي ولا ايش في شباب؟ هم الاثنين يمشوا مع بعض. يا عيني القوه، والله لعيب ابو سمك ورب الكعبة لعيب حبيبي. ربي مهارة. يا عيني على الشغل، يا عيني على الشغل. من عندنا هنا الله. الله تشويه عالي ها. نرجي يا اخي، كل الموضوع هو انرجي معاك التيات بتفوز خلاص. هذا فلور 11 بثلاث نجوم حلوين. وشخصياتي ما هي مكمله حتى اصلا يعني. هنا طبعا ما يبغى لها اي تفكير يعني، تكون اركينو فوق والقاضي تحت. اوكي خشبي عالي ذا الشيء، ما كان كذا يا اخي. شو السالفه؟ يا عيني الوقت والله الوقت ما يساعد. انا هنا حرفيا لازم اشيك على اركز على الحيوانات ذولي. لا يا حبيبي مو وقتك تطير. شوفوا لو عدت من نجمتين اعتبر ان انا انجزت في هذا المقطع. ممتاز هدف النجمتين. وشك بقرس هنا الزمة بس. اوكي نجمتين يا شباب. اوكي نجمتين، لكن والله يا اخي ماني راضي مرة يا اخي. الوقت مرة اوفر كان. ماني راضي والله على الاداء صراحة.
لعلي شوف مركز مرة بزيادة. في صمت مرة كبير ولكن لا يا شيخ. اوكي سلسل كذا اوفرلود اون ذا واي. اوكي حلو رسمنا مع بعض. اوكي ايش تشبيهاته ما هذه؟ كم تشبيه ذا؟ والله انه مره كثير يتوي الاحظ يعني. اوكي هذول بينصهروا. شوف 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 لا 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 يا حبيبي خلاص. اوكي نجمتين ممتاز ممتاز يعني. اوكي اي شكرا جزيلا لي صراحه يعني. ايوه مرحبا انت كيف الحين كيف نتعامل معاك بالضبط؟ لا يا ابو الشباب تونا قاعدين نتضارب ايش في؟ والله انك طفل. قلع ام الحاله اللي انا قاعد اسويها هنا مدري اللي قاعد تصير فيني. هذا يخبطني وذا يخبط بي بليد يا الله. لا يا شيخ يا الله دريتوس البزر ذا. طيب انا حقعد اهرب يعني ولا ايش اسوي؟ خلاص بهرب. لا يا طفل لا تسويها يا طفل. او ماي جاد قلع ام المبزرة يا شيخ. رب الكعبة بزر ايش البوس الغثيث هذا؟ يا زينة ماذا شو كيف لطيفين. لا يا شيخ تو اقول لطيف. خذها انت خذها. طبعا على الاقل نجمتين. طيب ايش في؟ في ناس ثانيين كان يا الله ايش في دفعتين. اخ يا الله يا القهر والله يا قهر. لو الحمار ذاك الدريتوس ما سوى الحركات حقت الغبيه. انا اشوف الثاني ذا ايش حركة ذي يعني؟ ايش ضرب بديلك هاي ديلك ايش بديلك؟ ايش ماشي هذا؟ والله مو انتصار هذا مو انتصار ما يعتبر انتصار والله. يا الله. طيب اوكي احتاج اول حاجة ارفع التالنت حق هذا. اثنين احتاج ان انا الفل الشخصية هذه لان اتوقع ان هي حتكون شيء مرة حلو في التيم هذا. بالاضافة انه كذا بحاول اني يعني اعبي شوية المنتل ماستري زيادة. القاضي راح نحاول نحن نعطيه بلد زي الناس. مسكين القاضي شوف كيف حالته صعبة مرة. برضو عندكم شنجلينج يعني وضعها مؤسف. البلدات يا اخوان يعني ارتفكتات صراحة ابو كلب. فحيكون شغلنا المقطع الجاي نكمل هذه الاشياء ونرجع للابيس هذا. ما ادري متى المقطع حينزل ولكن انا اوعدكم باذن الله ان راح اشتغل على هذا الموضوع. لا تنسوا متجر ودي يا اخوان اللي حاب انه يشتري حسابات. ومن الاخر ترى يعني هذا موقعي وراح اظبطكم. يعطيكم العافية على المشاهدة. نشوفكم ان شاء الله مقطع ثاني ومع السلامة.